صحابي، كيف دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين بخير. وانتم كتشوفوا الفيديو ديال اليوم، توحشتكم بزاف بزاف بزاف. سمحوا لي حيت وليت كنحط لكم فيديو في 3 ايام صراحه، ماشي ما بقيتش كنسالي، ولكن الافكار بدات كتقاد عليا، وان شاء الله ما غاديش تبقى تقاضى. غير انتم عارفين ما جات اختي كنجلسوا معاها وكذا، واخا كتوحم عليا وكل ساعه كتعيرني وكل ساعه كضربني، وهانتوما غادي تشوفوا هادشي كامل في هذا المقلب. قالت لي كدابه. المهم ان شاء الله في هذا المقلب تعودت على المقالب. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نخرج انا وهادي. ربي يشدريك. قولي لي مسالم. مسالم شختي، معكم تيسا. نري شعري تلصلص، عطاني تريكو كنت. ديك الماما قالت لي شعرك تلصلص، شوفوا انا شعري ملصلص، شوفوا شعري كيتلصلص. وانت عاد 3 ايام يومين، يا ويلي الرطوبه عندنا في المغرب واقيلا. لا رطوبه عندنا هي، ويلي ويلي بحال مزيت. المهم قولوا لينا كيف جاونا العدسات، لان انا اختي العدسات اللي دايرين نفس اللون ديامون عند فيفا لوك. ديريها نفس اللون. خديناهم من عند فيفا لوك. غادي نخلي لكم الانستغرام ديال فيفا لوك هنايا في هذا الوجه هنايا. هنايا الا بغيتو شي حاجه من عندهم صيفطوا لهم ميساج في انستغرام، قولوا لهم جينا من طرف كنزة وغادي يتعاملوا معكم احسن معامله. راهم خطيرين ولي لونتي ديالهم واعرين وصافي. هذا مكان حنا دابا يلاه غادي نخرجوا، ما عرفتش فين غادي، المهم خارجين وصافي. دابا وليت كتسعيني. لا انا دابا غنمشي ناخذ الحوايج، ما بقاش نقرا ديري خلاص. حنا دابا يلاه باش كنتفقوا فاش كديري لينا كنبقى هذيك سكتي سكتي واش سكتي بالسلامه معاه انت بدات الفيديو. المهم حنا دابا يلاه جينا ركبنا في الطروبيل. تاخذني فلوسك في الدم المره دابا ديما كدير ليا وكتهيت تصرف حالاتك. هنا الطوموبيل كيف كتشوفوا حيد داك التعكيره ديال الشيخات وحيد الفون دو تا اللي كدايره، خليت غير حجباني، واخا هذا كيبان غليظ وهذا رقيق وهذه الحبوبه تاعي ناط ليا هنا، لا حول ولا قوه الا بالله. صافي حنا دابا يلا ركبنا وغادي مع خيتي تاخذ شي حوايج وتبسع مني. عرفتي ما كتطلقش ليا من حوايجي كل نهار لابسه لي بياس. المراه ديالي اللي لابسه دابا ما دياليش ماشي كل نهار غير هادي ها كنتفلع لك. كوكو حنا يلاه وصلنا دابا للمدينه، احنا باقيين غاديين في الطريق. فين غاديين؟ والله ما عرفت فين غاديين. غاديين ومدرمين، خليكم حتى نتوما مدرمين معانا تشوفوا فين غنوصلوا وصافي. المهم درنا شويه حدا مسجد حسن الثاني وصافي. دابا انا غاده معها اختاه تاخد شي حويجات صافي. ديك الساعه غادي لما ديني ناكل كي طاكي. شوفوا قيست جليلي بصراحة حمقتني في فنة وقصورة، غير هي جاتني مزيرة شوية خاصني معرض منها، ولكن زوينة. قولوا لي في لي كومونتير كي جاتني، انا عجبتني صراحة. فنة فنة. على سلامة. عرفتي ركابي ركابي تحشوا لي بقوت، ما بقيت واقفة وكنتسنى في لالة ماجدة تقيس تقيس وتحط تقيس وتحط تقيس وتحط ركابي تحشوا لي. المهم حنا يلا خرجنا دابا من عند السير. غاديين دابا غادي للتوين، غادي جهة التوين لواحد الغيستورون. لواحد الغيستورون غادي نتلاقاو مع واحد السيدة، دونك خليكم معانا. المهم البنات احنا وصلنا المحل اللي قلت لكم. انا غادي نوريكم الماكله اللي حطوا لينا، وغادي نخلي لكم كذلك الانستغرام ديالهم هنايا. تبارك الله عندهم ماكله غزاله. خليكم معايا. سمحوا لي الا شهيتكم صراحه. بحال المنظر بحال المدار. وعلى فكره هاد الوصفه ديال هاد الدجاج لحقاش هاد لي ساندويتش ديال الدجاج، هاد الوصفه مولات المحل هي اللي مصايباها، دونك الفكره ديالها وحتى الوصفه ديالها خطيره بزاف بزاف بزاف.
المهم بالنسبة للناس اللي غادي يسولوا على المحل فين جا، كيف كتشوفوا كاين التوين تمايا. دونك المحل جا في المعارف، جا ورا التوين، الزنقة اللي ورا التوين كتبقاو غادي النيشان كتلقاو هنايا المحل، والمحل كيجي على هاد الشكل. دونك دابا ما غاديش ندخل حتى لداخل، نهار اخر ان شاء الله ونوريه لكم من الداخل كي داير، حيت هنا في الفيديو ما كيبانش واضح مع كان الليل وصافي. هذا مكان كنتمنى تمشيو عندهم. المهم حنا دابا يلاه خرجنا من عند الناس، دابا الوحده وتوروت صراحه تعطلنا بزاف ولكن ما حسيناش بالوقت. صحيح انت شي واحد كتبقاي جالسه وكتحدي، واخا انا صراحه بقيت ساكته كنحشم، ما عرفتش اش كنحشم. المهم هما غادي يتفرجوا فيا دابا هنا وغادي يعرفوني انني كتحشم معنا ويلي ويلي انا شوتي فضحت راسي براسي. صافي دونك غادي نخلي لكم الانستغرام ديالهم هنايا، تبارك الله داك الشيء عندهم غزال غزال غزال. وهذه تاني مره كنشبع في شي محل، حيت نتوما كتعرفوا الغلاظات ما كيشبعوش دغيا، وانا غليظه دونك ما شبعتش ما كنشبعش دغيا. وعلاش قلت لكم تاني حاجه؟ لحقاش اول حاجه شبعت في تاكوس، تاكوس لا كليتو كان تكهم كيشبعني، وبالاخص ديك لاصوص ديالو كتكهم. وهو تاني حاجة هاد البرجر اللي كلات ماجدة، وهاد الساندويتش اللي كلينا حنايا واعر وكيشبع وباريزيانة عباد الله. كنصح كنصح الغلاظات يجيو لهنا، زودت الوزن الثقيل عليهم بهاد المحل. كنصح الطبوزيات بحالي والهرمات بحالي واللي عندهم الهضره بحالي يجيو لهاد المحل، راه غادي يتهلاو فيكم. هو اليوتيوبر كتحبك في الغلط، حنا عايزين الغلط ما حاقدين على ريوسنا. المهم يقول كنا معقدين، اما دابا ولينا كنشوفوها بشكل بوزيتيف. الهرمات بحالي كنصحكم بهاد المحل واعر. غنخلي لكم الانستغرام ديالهم هنا، تواصلوا معاهم وقول لهم جينا من طرف خديجه وكنزه وماجده، وغادي يرحبوا بكم احسن ترحيب. تبارك الله عليكم. من جديد البارح ما قديتش نصور لكم النهايه ونقول لكم بسلامه وداك الشيء، حيت جيت كاويت بالناس ما قديت زعما نبقى فايقه. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انني نكون جيت خفيفه على قلبكم. ان شاء الله ورا هذا الفيديو اليوم غندير واحد المقلب المجدة، كانت هي دارت ليا مقلب البارح، ما بغيتش نديرو ليها البارح باش ما تعيقش بيا. دونك حتى اليوم عاد غادي ندير لها المقلب وغادي نخرجها منها، تبداو تسبو داكشي عاوتاني لانني تعودت ولا اتسوق. اكيد نتسوق لشي حاجه اللي في مصلحتي، وعارفاكم اللي قلتو دابا شي حاجه تقولوا لي لا ما تخليش اختك راه حامله، عندكم الحق. شوفوا في المقلب السابق ما خلعتهاش، درت لها شي حاجه اللي كتضحك ماشي كتخلع، وهاد المره عاوتاني ما غنديرت لها شي حاجه اللي كتخلع، انما شي حاجه اللي غادي تعيف حاشاكم. المهم ما غاديش نعطيكم راس الخيط، بس باش تسناو بشوق المقلب اللي غندير ليها. دونك غادي نديرو لها اليوم، ما عرفتش واش غنحطو غدا ولا حتى حتى بعد غدا، حتى هذا اليوم غادي تشوفوه. دونك ما عرفتش، قولوا لي في لي كومونتير امتى بغيتوا ندير ليها المقلب، واعطوني شي فكره ندير مقالب اخرين نديرهم في صاحبتي اللي كنت درت فيها مقلب السرقه. هذا ما كان، غادي نرجع شويه المقالب، توحشتوهم شحال هذه ما درتهم ليكم، ومره ندير لكم فلوغ مره مقلب وصافي، ونبقاو غاديين بحال هكا. دونك العدسات ديال فيفا لوك راكم شفتوهم في الاول ديال الفيديو، خليت لكم الانستغرام ديالهم تمايا في الاول ديال الفيديو، وغادي نخليه لكم كذلك هنايا. دابا جربت معكم اللون دياموند، اصلا عندي العراسيه نهار الحد غادي ندير هذا اللون، حمقني.
وغادي نجرب معاكم لون اخر ان شاء الله، فيديو اخر. بالنسبه للاثمنه اللي غادي يسولني، غنخلي لكم الانستغرام ديالهم هنايا، ندخلو سولوهم. وراه غادي يديروا برومو، كانوا غيديروها البارح يمكن، كره تلقوا البرومو. سيروا قبل ما تسالي البروموسيون اللي دايرين، راه غادي ينقصوا في الثمن وغادي يديروا لكم ثمن مناسب. فهاد الفترة غادي يكون محدود يعني، ماشي ديما، دونك استغلوا الفرصة وسيروا خدوا من عندهم لي لونتي فيما كنتو يوصلوكم. دونك كنبغيكم بزاف. بالنسبة للناس ديال كازا، على ظرف 24 ساعة يوصلوهم لي لونتي ديالهم، والناس اللي خارج المدينة 48 ساعة ويكونوا لي لونتي ديالكم عندكم. كنبغيكم بزاف، مع السلامة في فيديو تاني ان شاء الله.